فاطمة مساء الخير. فاطمة فاطمة لما عرفتي انه دخلت امرأة على حياة زوجك، امرأة تانية على حياة زوجك، شو كانت ردة فعلك؟ انا ما تقبلت الموضوع وما بتقبله. انا بقول انه اي انسان بتتقبله بتكون رضخت للامر الواقع. استفزك كلام على نجلاء؟ انا متأكدة انه هلا اذا بسألها انه مثلا بتقبل انسان تاني تنزل عليك اكيد بتقلي لا. اكيد استحالة نيفر. انه ما بتقبل استحالة، لا يمكن يحصل ده على جثته مش جثتنا. ايه فالانسان ليه بده يتقبل الشيء مثلا لنفسه ما بيتقبله. قلت لما امراه دخلت لحياه زوجك قلت انا بظهر من الطريق، انا بزيح على جنب. هيك امراه إيه؟ بتقول انه انا بزيح على جنب. ايه انا ما بقبل حدا يشاركني بشيء ولا بقبل انزل ضر على حدا تاني، وانا بكفي حياتي. بس تزوجت وعشت من اول وجديد حياه تاني. طلقتي يعني؟ وانا اللي طلبت الطلاق. لما امرأة تانية بتدخل على حياة زوجك بيكون فعلا في تقصير من المرأة او الرجال بحط حجة المرأة عم بتقصر انا بدي يكون عندي مرأة؟ هو الانسان بيكون راضي بمرته بس يشوف انسان تانية بيصير يحط عيوب بالانسان الاولى، انه مرتي مش منيحة ومرتي مقصرة معي ومرتي هيك، عشان هيك انا لجأت لهالطريق وفضلت انه اتزوج انه انسان تاني. بيلجأ يعني بيعملها مثل حجة ليقنع التانية، واوقات ما بيقلها انه في انسان اولى بحياته. عرفت؟ مثل ما صار مع نجلاء. ايه انه اوقات بيكذب بعدين هي بتكتشف انه فيه حتى تقبل فيه، فبيحط حجج واعذار انه مرتي فيها توك، مرتي هيك، مرتي. شو اللي استصعبتيه وما قدرت تقتنعي فيه وطلبتي انت تنهي زواجك؟ اول شيء اذا شخص تجوز اكثر من اثنين ما حيعدل بيناتهم، اذا عدل بالمصروف يمكن ما يعدل بشيء ثاني. خيكي خالد شو بيقول لي؟ انا عندي رفقه وحكين لي قصصهم انه ردخوا للامر الواقع ومضطرين يعيشوا. عرفت؟ بس انه المراه المثقفه والواثقه من حالها بتبني حياه جديده، مجرد ما تعرف جوزها علاقه بوحده تانية تفضل، هو انت بطريق وانا بطريق.